عبدو وقفي العرس ونزل البنت وخليها يتغير اوعية. يو ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقفي العرس يعني وقفي العرس. ومرت اخوك اللي جاي تاخذ البنت شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعية. يا رجال احكي لي اذا صاير شي مشان الله احكي. انت ساوي مثل ما عم قلك وبس. امرك امرك يا رجال. يو هي قالت لي. اي والله يو. يو لي على عمتي لازم احكي معها. عمتي قومي معي شوي. وين 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 ام وضاح؟ هي عروسة ابني يا بعدي، وانا وامها مننزلها من على الاسكي. انت خليكي مرتاحة. صبحية بعدي من وشي احسن لك. ها خير؟ شوفي شوفي ام عبدو قولي لام وضاح تروح تقعد محلها، هي عروسة ابني وانا بنزلها من على الاسكي. انت ما الك عنا عروس. نعم 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 نعم. شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي؟ لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها، يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفية احسن لك، قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بيصير هيك، شو القصة؟ ام عبدو اسمعي، انا ما كنت بدي نزلها للرويدة، كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بيصير هيك. لا بيصير تقبريني، واخوك ابو عبدو هو هيك بده اخي. يو ماشي الحال انا بورجيكم. ايه روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد، الله لا يردك الهي. والله لسففك التراب والله. يا مو شوفي سالي هالحناين خليهم يحكوا لك عن الطبخه اللي طابخينها. لك يا مو هلا مين جاب سيره الاكل والطبخ؟ امشي ولا امشي قدامي. موضح تقبري قلبي نزلي لي هالعروس من الاسكي نزليها. يب وين رايحين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون الا تاكلوا وتشربوا، وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت ام نصري. تكون عم تبكي مشان بنت خالك وضاح. اللي بيبكي مشان حريمي بيكون حريمي. يا حوينة تربيتي فيك. إن شاء الله ألف مبروك. ما قلت لي خليكي مع رب العالمين وربي بعدي اسمه ما رح ينساكي. الحمد لله الحمد لله يا رب. الناس بتبارك للي بيتجوزوا مو للي بيتطلقوا. يلا قومي خلينا نروح على عرس نصري نغير جو شوي. روحوا لحالكم وخذوا معكم عليا. يلا قومي 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 خلوني قاعدة لحالي مبسوطة مبسوطة مبسوطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قومي يلا قومي. إلا بالله العلي العظيم. الله يلعن الشيطان، والله بحياتي ما مديت إيدي عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما طلع أبو لطفي من عندي وقلت له خلي أم صفوان تنزل العروس، شفت عربية طويلة عريضة وقفت قدام باب المجال، وإذ سالم بيك جاي لعندي. أهلين سالم بيك.
أهلين وسهلين به الأب به العين. الله يطول عمرك. نورتنا والله. شكرا يا ميت. أهلين. طمني عنك، كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. صباحو يا بي. عمرك يا بي. كيف شغلك؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله يا ميت. أهلا وسهلا، زارتنا البركة والله. شرف سالم بيك. الله يبارك فيك. مرني سالم بيك. إيه سيدي أنا بستعجل. خير. هذا صفوان لابن أخوك. صفوان؟ خير شو هو؟ من مدة إجا لعندي وخطب بنت أختي وكتب كتابه عليها، ومن وقتها غطوا ما عاد بين. البنت يتيمة وما لها حدا، أنا ولي أمرها. نحنا ما بيضحك علينا يا أبو عبدو، ترى اللي بيدسلنا على طرف مناخد روحه. هلأ صفوان خاطب بنت أختك؟ ليش ما عندها خبر بهالقصة؟ لا والله، بس يعني طبعا يعني حصلنا شرف يا بيك. الله يزيدك شرف. بقى اللي بدي اياه منك تقول لاخوك وابنه يعملوا حسابهم يجي يوم الخميس الجاي ياخذوا البنت، واذا غيروا رايهم يحضروا لي 250 ذهب عصملي. اوف، 250 ذهب عصملي؟ هي ايه، لانه المهر اللي اتفقنا عليه 500 ذهب، وطالما ما تجوزوا بيطلع لها نص المبلغ. البنت يتيمة، أنا ما بدي فرط لها بحقها. خلص يا بيك، أنت اترك الموضوع علي وأنا بتصرف. هي بعت له حمى إلهي، إيش مفكر بنات الناس لعبة؟ إيه يا أخي وشو صار بعدين؟ البيك حمل حاله وراح، وأنا بعت رجلي نادي العمق وصفوان وصفوان. ولما أجوا صار صفوان بده ينكر. لما اتسفقته كف، خليت الشراب يطلع منه. إيه. وطالما انك خاطب بنت اخته للبيت وحاطط له مؤخر 500 دهبة، ليش ما حكيت؟ ليش خليتنا نخطب لك بنت عمك ونتحمل خطيتها؟ يا بيب، هي امي كان بدها هيك، قال حتى ما حدا غيرنا يخطبها. اما ولك الله يعدم لي اياك انت وامك، ولك بهدلتوني وسودتوا عيشتي وبعدين معكم، بعدين؟ طلاق. مين صبحيه؟ ولك شو بدي بصبحيه انا؟ عم قال لك طلاق. مين من بيناتهم؟ مين بيناتهم يعني؟ رويدة. لك أخي والله هيك ما بيصير، يعني لولا هالمشكلة كنا هلأ عم نزفها. طيب انت معك 250 عصملية ذهب تعطيهم للبيك نص مهر بنت اخته؟ انا من اللي حصره؟ اذا كان يقول ابنك يطلقها. طلقها؟ لك شو بس ما بس؟ بعد ما تطلق بس بس على كيفك. خلاص الله ابني طلقها. رويدة طالب. ايوه منيح اللي رضي يطلقها وما عذبك. لك شو يعذبني؟ قال يعذبني قال إيه علي جيري بمسع رقبته بحسب الله ما خلقه. يلا اختي يلا قوم روح لعند ابو نصري خطيه بتلاقيها حلوه منكم. الله يستفر فيك يا صبحيه يا بنت الدومري. يو تضربوا انتو وبنتكم، اللي بصح له يتجوز بنت الدكوات ما بيطلع فيكم وبناتكم. لك انا اتقلع قدام كل نسوان الحاره انا؟ لك يا عشر يا فلتانه يا بنت الكلب، قلت لي ضربك يا مو؟ يا الهي الهي تنشل ايديه الهي وانت جاهي يا رب. محجوب ابن حفيظه تنكسر ايده الهي وانت جاهي. لك هلا شو هالشغله؟ عمه ضربه كف شو صار؟ لك ما عاش وما خلق لسه اللي بده يضرب ابني. هلا كل هذا الشيء مشان كيف؟ اي والله كنت فكرته اكله شيء قتل مرتبه مثل هذيك القتله اللي اكلتها امي من عمتي هذيك المره. ولك انا 100 مره قلت لك انت لا تحكي بنوب. ولك لا تحكي بنوب. بس مين قال لك تحكي؟ ولك مين قال لك تحكي؟ اتركيها يا حرمه اتركيها. وانت عن حقك كاتب كتابك على بنت اخته لسالم بيك؟ والعرس الخميس الجايه؟ ايه يا ماما. اين اعوى ويشربوا ميتها لرويدة خانو. زكية! نعم يا مو. حطي ملايتك عليكي. ليش لوين بدنا نروح؟ عجنة! روحي حطي ملايتك عليكي. لوين بدك تاخدي البنت وتروحي بهالليل؟ لك شو بتعرفي انه مصري ما عاد يحق انه يتجوز مره ثانيه فوق هي؟ ليش بقى؟ لانه على اربع نسوان. قتلك انت الله بيس.
يسلموا الايدين. يلا يا صبايا شبكم وبرجوا لبنكم. يلا اسمعوا يا جماعه، ابني صفوان خطب بنت اخته لسالم بيك، يعني بنت بكوات، والعرس الخميس الجاي، وكلياتكم معزومين على العرس. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم وعقبال ولادكم ما ياخذوا بنات بكوات مثل ابني صفوان. يو معقوله؟ شو هالجنان؟ قال بنت اخته للبيك، يعني بيك بده يعطيهم بنت اخته. هي عم تشاكر ام عبده وتغيظه. يلا دقوا دقوا. قومي رقصي زكية، قومي رقصي زكية.